حادث مدينة العيون المحتلة في حلة جديدة، وهي تعيش على وقع وقفات ومظاهرات سياسية واجتماعية. ما ميز مظاهرات اليوم هي محاولة سلطات الاحتلال دفع بلطجية من المستوطنين المغاربة لتنظيم وقفة بحي لابوركو نددت بما اسموه التساهل مع الخونة، في إشارة إلى مظاهرات الصحراويين ومحاولة النزوح الجماعي إلى غنيدلوف نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن إصابة العشرات بجروح. في شارع مكة يواصل المجازون والتقنيون المعطلون اعتصاما مفتوحا لليوم السادس على التوالي للمطالبة بحقهم المشروع في التوظيف المباشر، وندد المعتصمون بما تتعرض له لجنة الحوار من محاولات للترهيب والتخويف والتي يقودها باشا المدينة المحتلة ومعاونيه، وكذا بالدوريات العسكرية التي تمر بطريقة استعراضية أمام المعتصمين. غير بعيد عن المكان وبشارع الزرقطوني نظم العشرات من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وقفة رددوا خلالها العديد من الشعارات المنددة بما ارتكبته الأجهزة الأمنية والعسكرية بحقهم وبمماطلة سلطات الاحتلال في الاستجابة لملفهم المطلبي. داخل مقر ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل ممثلين عن الضحايا اعتصام مفتوح اليوم الرابع على التوالي. من جهة أخرى اختطفت دورية تابعة لقوات الاحتلال طفلين صحراويين بعد مشاركتهما في مظاهرات سلمية نظمت مساء الأحد بحي الفتح بالعيون المحتلة، وفي شهادة لهما قال البشير بابويت 12 سنة وابو جهاد عامر 11 سنة أنهما تعرضا لسوء المعاملة والتحرش الجنسي من طرف العريف عبد العالي الملقب بالعزوة قبل أن يطلق سراحهما حوالي الساعة 10:30 من مساء الأحد، أي بعد ساعتين من عملية الاختطاف، فيما تعرضت والدة الأول المواطنة أرام لالة للاعتداء خلال محاولتها للتصدي لاعتقال ابنها. مراسل التلفزيون الوطني من العيون المحتلة.